لا يفتى ومالك في المدينة، هكذا يقول المثل السائر. فمن هو مالك؟ هو إمام دار الهجرة وصاحب المذهب أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. ولد بالمدينة سنة 93 للهجرة، طلب العلم منذ طفولته، فقال عن نفسه: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. تأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال النسائي: ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه، وهو إمام في الفقه والحديث. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال فيه ابن حبان: لم يكن يروي إلا ما صح مع الفقه والدين والفضل والنسك. ارتحل الناس إليه من شتى الأنحاء، وتتلمذ عليه كبار العلماء، منهم الشافعي والثوري ووكيع. كان شديد التعظيم للسنة، وكان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وكان يحث على العمل بالسنة وترك التعصب، فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأعظم كتبه الموطأ، قال فيه الشافعي: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وكان هذا قبل جمع الصحيحين. توفي رحمه الله سنة 79 من الهجرة في المدينة النبوية، ودفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه.